خلونا نستهل جولتنا مع حضراتكم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوله أن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة لتعمير سيناء الغالية ليكون بذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها، متابعا لعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنتشر فوق ربعها والتي تهدف إلى التنمية والاستفادة من خبرات سيناء وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: الاحتفال بعيد تحرير سيناء يأتي متزامنا مع المناسبات الدينية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان الذي مهد الطريق لعودة القطعة المباركة من أرض مصر. وتابع الرئيس شعب مصر العظيم في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد، يأتي تعظيم القدوة الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت أفق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات وتطورات الدولية. وقال الرئيس السيسي أنه بقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية نمضي أيضا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، والتي من أهمها القدرة الاقتصادية، حيث نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرا على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله. حقيقة يعني الكلمة بتاعت الرئيس يعني في غاية الأهمية وكمان في غاية الخطورة نظرا للتوقيت اللي احنا فيه ونظرا كمان للحالة اللي موجودة في الشارع المصري من الخوف والقلق من هذه الأزمة العالمية. تابعت الأمر ازاي وشفت الكلمة ازاي سيادة المستشار؟ في الحقيقة هي فعلا زي ما حضرتك قلتي الكلمة كانت فيها رسائل مهمة جدا 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 للداخل وللخارج. ومعليش حتى قبل انا ما اتطرق للرسائل الواضحه والقويه جدا اللي كانت في كلمه السيد الرئيس، لابد احنا برضو كانت من ضمن الرسائل والمهمه جدا المكان والزمان. صحيح. وجود السيد الرئيس في جنوب الوادي في زي ما بيقولوا بقى في رمضان نهار رمضان. صحيح. ومعه الحكومه وافتتاحه او يعني حضوره لحصاد القمح، لان المساله دي لها مغزى كبير جدا جدا جدا، مغزى يمس الامن القومي المصري. احنا في الظروف الحاليه اللي بيمر بها العالم وبيمر بها مصر اصبح توافق وتدفق الامدادات السلع الغذائيه اصبح بقى فيه مشكله كبيره جدا. صحيح. يمكن مصر خطت خطوات كبيره ويمكن تحديدا منذ 2017 واصرار السيد الرئيس تحديدا على ان يجعل المخزون الاستراتيجي للسلع المهمه تبقى لمده 6 شهور، كانت قبل كده 3 شهور. برضو اكد السيد الرئيس في 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 كلمته ان الاصلاح الاقتصادي كان تحدي كبير جدا 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 وتحدي كبير، والتحديات الاقتصاديه الموجوده هي تحدي كبير لاي حكومه، ولكن حتى كانت كلمه ملحوظه جدا وكلمه مهمه، ولكن ليس تحدي صعب على الشعب المصري. وفعلا السيد الرئيس راهن منذ البدايه على الشعب المصري في تقبله وتحمله لسياسات الاصلاح الاقتصادي اللي جعلتنا ان احنا النهارده امام ازمتين عالميتين بيمر بيهم العالم كله، وقعت فيهم دول كانت اقتصاديا كبيره جدا جدا واصبحت في مشاكل كبيره، وهي ازمه كورونا وازمه طبعا اللي حصل ما بين روسيا واوكرانيا. وعلى الرغم من ذلك الحمد لله تعالى قدرت مصر والاقتصاد المصري يمتص هذه الازمات. نعم هناك احساس بجزء من هذا الأزمة او بجزء من المعاناه لدى الشعب المصري من هذه الازمتين تحديدا، ولكن احنا مصر كانت من الدول القليله جدا في العالم اللي في ظل ازمه كورونا حققت نسب نمو اعلى او وصلت الى حوالي 4%. حققنا على الرغم من كورونا ان في دول كتيره جدا جدا يمكن كانت تسبقنا اقتصاديا واحنا كنا بنبص لها بصه ان هي اقوى منا اقتصاديا، يمكن وقعت في فخ كورونا ويمكن عانت مشاكل. جت الازمه وكنا متوقعين ان بعد بدات الامور تتحسن في من ازمه كورونا وبدات الامور دخلنا في الازمه الجديده، ولكن بقى هي دي الاقدار. ولكن الاقتصاد المصري قدر انه يتحمل ويمتص هذه الازمات. نعم هناك مشكلة وهناك بعض المشاكل، ولكن ليس بالقدر اللي يؤذي الشعب المصري. برضو من ضمن الرسائل المهمة جدا جدا، لأن في رسائل متعددة في هذا الخطاب تحديدا أو في هذا اللقاء مع الصحفيين،
برضو تأكيد السيد الرئيس على مبدأ المواطنة، لكل فرد من أفراد المجتمع المصري له حرية التفكير، له حرية إبداء الرأي. ولكن برضو في كلمة قوية جدا السيد الرئيس قال ماشي نختلف ونعتنق ما نشاء ولك الحرية في ذلك، ولكن لابد أن احنا نحافظ على بلدنا، ولابد أن مظلة بلدنا وحماية بلدنا هي دي المظلة اللي تبقى تحتها الجميع. صحيح. وأن ما فيش حد كبير عن الحساب، حتى هو سعادته أشار أنه ليس هو بعيدا عن الحساب، كل مخطئ سيحاسب. برضو من الرسائل المهمة جدا 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 اللي أكد عليها السيد الرئيس، وكانت برضو المناسبة مواتنة ذلك، اللي هي عيد تحرير سيناء، إن سيناء كانت مستهدفة من الجماعات الإرهابية منذ 2011، وكان في استهداد واتعمل بنية، وحتى هو السيد الرئيس قال إن المسألة واضحة، ويعني من متابعة حتى السوشيال ميديا ممكن نلاقي ده كان في بنية. الفيديوهات اللي استعراض القوى للجماعات الإرهابية، وكانت مستهدفة سيناء ويتعمل فيها، وشفنا مدى المجهود الجبار اللي بذله الجيش المصري وقوات الأمن المصرية في قدرة إن الحمد لله تعالى نقدر نقول إن إحنا حاليا وصلنا إلى جزء كبير من الأمان داخل سيناء، وبدأنا برضو التعمير داخل سيناء. السيد الرئيس برضو في عبارات قوية جدا قال يا جماعة المسألة احنا ما قبل 2011 احنا زي المريض اللي كان ما بيتعالجش صح، فبالتالي اشتد عليه المرض. احنا الآن في إطار منظومة شاملة للتنمية، يعني البعض بيعتب على الدولة المصرية في البنية الأساسية، لا، البنية الأساسية هي اللي حمت الاقتصاد المصري حاليا، ما لولا كانت الرؤية المستقبلية، وخاصة بقى تحديدا بالمناسبة لحضور السيد الرئيس في حصاد القمح، لولا الصوامع اللي اتبنت وكان في رؤية مستقبلية ليها، هي اللي قدرت تجعل لنا ان احنا نبقى عندنا احتياطي استراتيجي لمدة 6 شهور داخل الدولة المصرية. صحيح. خلونا في